بثينة رشوان تكشف سر غيابها عن الفن، ترفض تكرار تجربة الزواج لأنها فقدت الثقة في الرجال. مجدي أبو عميرة استبعدها عن المال والبنون لأسباب شخصية. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل أبرز تصريحات بثينة رشوان في آخر ظهور لإلها. ظهرت الفنانة بثينة رشوان في برنامج كلام الناس وكشفت سر ابتعادها عن التمثيل، وأكدت أنه طوال الفترة الماضية اشتغلت بزنس خاص فيها في مجال الأحذية، وحكت أنه تركيزها في هذا العمل جعلها تبتعد عن الفن والأضواء لمدة 9 سنوات. تحدثت بثينة عن زيجاتها وحكت أنه زوجها الأول اشترط عليها ترك التمثيل ووافقت على طلبه، لكن زواجهم ما استمر طويلاً. وأكدت بثينة أنها حالياً ترفض فكرة الزواج ورفضت آخر عريس تقدم لخطبتها، وحكت أنها تريد رجل يحتويها وأنها الآن فقدت ثقة في الرجال. أما عن أسباب انفصالها عن أزواجها فحكت: كلام الناس تسبب في طلاقي. تقدم للزواج من بثينة رشوان عدد من صناع الفن، لكنها ما قبلت الارتباط بهم، فرفضت الزواج من المطرب سامح يسري والمخرج مجدي أبو عميرة. ويعتبر رفضها لمجدي أبو عميرة واحد من الأسباب اللي أثرت على مشوارها الفني، فاستبعدها عن مسلسل المال والبنون بعد ما كانت رح تقدم دور ثريا اللي أدته حنان ترك. أكدت بثينة إنها لا تمتلك القوة اللي بتجعلها تحلق شعرها مثل شيرين عبد الوهاب، وحكت إنها بتشوف نفسها إنها عادية وليست جميلة بالقدر اللي بيجعلها تلفت الانتباه. بثينة رشوان عشقت التمثيل من طفولتها، وشاركت في فيلم حكمت المحكمة في عام 1981، وبعد انتهاء دراستها بمعهد علوم الإدارة والحاسب الآلي اتجهت للعمل كموديل إعلانات. أصبحت واحدة من أشهر نجمات التسعينيات وحققت شهرة كبيرة في السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها السيرة الهلالية وهوانم جاردن سيتي وآدم الجميلة والعطار والسبع بنات وشرف فتح الباب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.